نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، ومن الرياضة إلى المصنوعات اليدوية وفن وثقافة إنسان الجنينة تحديدا. نشاهد هذا التقرير. تمثل المصنوعات اليدوية فنا وثقافة للشعوب تتوارثها الأجيال لتعكس مستوى من التواصل وجدت اهتماما في جمعها وحفظها. كاميرا الشروق زارت المعرض المستمر للتراث بالجنينة والذي شارك به جامعه في العديد من المعارض في الداخل والخارج. مدينة الجنينة بعراقتها وقدمها ذات تباين سكاني وقبائل كثيرة، لكل تراثها تتبارى وتتمسك به لتعكس أصالتها وتاريخها، ولكن هناك عادات وتراث متداخل ومشترك يمتد حتى الجارة شاد. وفي التراث تأتي أشكال لأدوات مطبخية وجمالية وأخرى للصيد والدفاع، فتأتي العمرة والكريو والقدح والسفروج والحربة وغيرها، ولكن لكل أغراضه. البرتال يصنع من السعف الملون الصيد والدفاع، ويستخدم لأغراض أخرى في الرقص. ولدى بعض القبائل يقدمه الشاب لخطوبة فتاة، وعبره تأتي النتيجة رفضا أو قبول. الدبنجة مخزن لكل الحبوب الغذائية، ويمكن أن تحفظ فيه لفترات طويلة لا تدخله الحشرات. تصنع من الطين الأخضر وتعامل بلطف ودقة عند ترحيلها. هي وقفة داخل المعرض المستمر بالجنينة في جانب من تراث وثقافة المنطقة، وقال شاعرها: هذا تراث لنا فخر نسجله وليس مكتملا وطبع المرء مساي. لفيت حسن علي، الشروق، ولاية غرب دارفور، الجنينة.